السلام عليكم، صباح الخير والحلق. يعني ساعة ونص من نشيت، لا طاع يذن الصبح ولا طاع تطلع الشيفة ولا طاع حتى تلفوني ما قال برم، ما حد قال لي كم الخبر ولا وين ساير، ما خليت مسج ما قريته، وشفت الفيديوهات المطرشات كلهم ولي في السناب ولي على الواتساب على التليفونين الاثنين، حتى مال الدهن فتحته مال شو اسوي؟ ما طاعي شبعت رقاد من البارح من الساعة 10:30 11 ورا راقد، يعني كم برقد؟ رقدت 7 ساعات الحمد لله. يا هي مصيبة، وحين لو بنزل ما حد واعي، ظلمي ظلمي، بعدها ساعتين عن تطلع الشمس 8. ناي لله. اقول لكم على فكره، انا من جيت هالبلاد وانا حاط ترموس في حجرتي، اكل من طرفه ومخلي ريحه الحجره تاخذ العقل. انا احب ريحه الموز في السياره، في الحجره، حتى في سيارتي لازم يكون في جرن، لو جرنين موز تغدي ريحه السياره، يوم تغدي ريحه السياره موز خنينه. انا احب ريحه الموز، يعني ريحه الموز تعطيني ريحه حياه، ريحه خير، ريحه ناس طيبين، يعني هذا اللي أحب أنا ريحة الموز. وتعيبني ريحة الموز في المكان المقلق، وبالأخص يوم أخذت في أي الحجرة في الفندق، لازم يوم أكون في غربة أحب ريحة الموز في حجرتي. أي بلاد أسير لها لازم أخذ كمية موز وأحط في حجرتي، ويعيبني يوم يغادي بودقة، ولين أحلى مطعي يغادي بودقة تفتق من أطرافه بلغ، لكن بعده الدقة ما يتلين الحين ابتدى، يعني توه برغم اني ماخذنا من 3 ايام 4. لا وبشيركم بعد جايب الحمد حوار شريح، تحيدونه الشبس هذاك وحامز حامز الحموزية اللي في الدنيا كله فيه. بعد اكل من طرفه كم اكلت وايثر متى ايوع، انا ماي حجرتي الا بطني من مرة متوازي من كثر السراط، فلذلك ما صكيته، كلت شوي ون هل تشوفونه من فوق، كلت هذا من الشريح ولا غاوي، هذا من عند شو اسمه اللي مسمينه هنا ابو القزوز، ولد نسيت اسمه عرب الله تعدوه، ابو القزوز مسمينه الربيع، هلال بن محمد ربيع من خداي، نسيت والله شو اسمه عرب الله تعدوه، اسمه غليظ شارات غزوزه غلوزة غزوزة على مسمينه بالغزوز، اسم بالغزوز تفوق على اسمه الصدقي، فلذلك دوما انسى اسمه. حليلة اليوم جري ريت عاد ما شمتي. صباح الخير. اليوم هلا ابو محمد، هلا. اليوم ما قلت لهم صباح الخير، اليوم جري وبنغير اتجاهنا على مكان الريوق، يقولوا ان شيء مكان شو اسمه قرقعه، انت تقول قرنقعه ولا قرنقرنكو ان شاء الله فاتحه، ان شاء الله بس يكون بعد شوي ان شاء الله. يا بلان خلاص عاد المر انا تمرين الحين على هالجو البارد هو الجري هي حق الرئه، هي نفس هالجو الطبيعي، هو الطبيعي داخل حديقه وايد جميل الجو، جو لندني، جو احنا في لندن. هي والله انا الجهاك سنين بالمر، نعم اشرح الصبح مرة عقب الصلاة اركض، اي نسمة هو جميل الصبح، يقولون هذا ما ادري شو تنزل نسمة الاكسجين، هي في غادي شيء وايد هنا. نعم اي يا الله ماشي زود تعب، لا شوية لا. زين هذا اي نعم ايه شيء اخبار والعلوم انت السلامة، شو رقاتكم البارحة؟ زين الحمد لله رقت مبشر راقد 11 اظني انا لو 11 ونص رقت تميت اسولف في الفلورز، يعني مبسوطين الحمد لله، انا مبسوط بالمتابعين والمتابعين مبسوطين، هتربان وسوالف وعندك ودونك وعلم وخبر
ومستمتع. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. واصبحت الصبح عيتني بعد هبات ريح. شكرا للي طرش هبات الريح. تستاهل يا ابو محمد. ايه تستاهل الطيبة. الله يحفظك. What is the weather forecast today? كم عاد قاعد؟ The highest 7, the lowest 2. أيوه. يعني الحين أنت عندك صبحات على الأقل الحين عندك 3 أنت الحين. رديت الحرة. هذا ترى الحمام مال بلاش. دبي وحيد عمري حصلان ترى مال بلاش. واللي قدام هناك مال بيزات. أي. ندوك ندوك ندوك. ساري هذا. بيصير يتسبح. أي والله. أي. يا ربي مقوام. صدق هذا اللي يمزح هذا. اي والله هو في سلون ستريت في نيوز نيوز صغير في اخر فلور كريم دوك اي والله دوك 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 بس طالع والله انا يا الله يا الله في قرب اللاته يا ربي يقول عفاريت والله الله غير اغدي قالب غير اغدي قالب ثلج يا ربي احنا خالي ميتين البرد غرب الله ده الحين انت ما تشوف العرب كل دقيقه ترى اسجلك كل دقيقه والله وضع الضرائب 5% و5% انا هنا في الدول اللي من غير الضريبه ما ادري كم توصل هنا ضريبه يعني في بريطانيا تقريبا قرابه 20% انزين يعني ورواتبهم الدنيا زعلانين على 5% هي والله شي عطنا من المعنى ان شاء الله ان مردودها زين على الشعب هي نعم اكيد ان مردودها زين لان ما يستوي فالتو هذا شيء اكيد انه فيه صلاح اكيد انه فيه صلاح وفيه شيء فايده يعني لو ما في شيء فايده ما بيسوونه اكيد والله بالعظيم الصدق نعم نعم شوف هاي البضعة بربيعات يا حليل هم وينهن هذين بشوياتنا طابور عسكري هي انزين طابور ها يا شو ورا عجيد القوم بعد ما شيء بلي عجيد ما يستوي ترى سبحانك يا رب ما تحس بفائدة شيء هذا إلا من يستوي التقادم تجدم السنين وطوف الوقت على 5% شو معناها 5% يعني 50 درهم في الألف 50 درهم في الألف درهم يعني هل أنت تتوقع أن حد محتاج لهن هاي ما حد محتاج لهن ما حد محتاج لهن لكن أنت لازم ترد يعني ترد شيء يعني ما لازم أنت ترى كل يوم تلعب في البيزة شرق وغرب اعتبر عمرك انها مظهر انها زكاة عن ينبك عن عيالك 5% صيحون بالويل والثبور كلني باغم رب لي خال جنة هو انه غريبة لازم غريبة ربها عاسوق اللي ما بيوزله يعني يضرب عاسوق هذا قانون وماشي على الكل والله كل هالانتقادات الحين هذه هي اللي تسوي الزعازع والفتن وتسوي القرقعة وتسوي الصدع وتسوي الديانة ما بالخروف نعم هذه الرمسة وهي اللي تسوي القلاقل والفتن والصدع والديانة ولا خروفة سالفة ابتسامة تعليق مسخرة هذا أبوي ما يسوي القلاقل والفتن ويسوي العداوات اللي يسوي العداوات هاي الرمسة هذا اللي يقول لك يدس السم هذا هو دس السم هذا هو اللي يوقظ اللي يقولوا يوقظ اللوه ما حد ولا بيت بيتأثر من 5% 5% شو تعطيني المعنى حتى اللي متقاعد حتى اللي معاشه 8000 ولا 10000 درهم 10000 درهم بتظهر من 50 درهم في حد يستلم 10000 الحين ما حد وحتى اللي بيستلم 10000 ما ينقص من ملك الله شيء شو المشكله يعني 50 درهم حق لعبوا فشره وخقه زاهبين خفوا من مال الدواخه خفوا من مال اللعبه فن ابوي مال الميك اب والمكياج هي نعم ومن هالشوبينج اللي ما يوجه انخدت انت راكم بتدفع وما اخذت انت راكم حلو بصراي واثمن قلنا له حطين صراي واثمن ما يبن يبن ما ادري شو الماركه الفلانيه يعني ما ماركه يلا بس عليكم نار مصحلاف مرة هذا نورة أبوي لمتغاني متغاني من سكان أبوي فندق البارك تاور أبشركم هذا ياسر
Good morning, man. Good morning. How are you? الحمد لله. الأمور طيبة. Happy New Year. Happy New Year, حبيبي. كيف حالك؟ كيف أنت؟ ما شاء الله ما زينك يا ولد خالي. يعني الله يحفظك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. قاعد يبدأ أنت تقاطر من أطرافك. صدق؟ يا سلام. ذكرت الله عليك. بسم الله عليك. تبارك الرحمن ما شاء الله. يعني الله يحفظك. فرصة ما شيء فرصة. شوف حتى قبل ما تظهر حد ويحت قبل أنت ظاهر؟ لا. حد حبك اليوم؟ لا. بس اللي يبيها. حبك لا تقول ما حد حبك في السنة هذه أنا صح؟ بس يفني قبلات بالتليفون لا ما ينعدد الله يحفظها يطول بعمرها صبح شاء الله بالخير يا بتامل إيش حالك يا الغالي كيف أنت؟ سلام عليك وعلى سكان ويند الشبه كلهم وسلام عليكم ويا ليه ساكنين دولة الإمارات ويساكنين في الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي والدنيا ما شاء الله كلهم زين الباجي بعدين النفاق العين ما شافتهم كم اللي مطرش اللي هاك اليوم الشريح هو ضبي محمد حسين الخوري محمد حسين الخوري نسيت أنا شو اسمه أنا اسمه صعب علي مسمينه أنا بالغزوز وهو بالغزوز الغزوز اللي عندنا نحن بضبي الغزوز الأصلي اللي عندنا نحن مش غزوز حمر الصالقة لو تمط شعره طز الدم مصير يومين عمطر نحن وين بنسين تريه وراس من عند غالي جونجر نصير طال عمرك جونجر جونجر لا غرانغرانكو اسمه غرانغرانكو شو انجليزي شو هذا لا لا باكستاني صدق احترم نفسك ياسر روحك بتسير اليوم ثوي رمس بيته بيقول ترى لو معك بتسير بيطير بعد ساعتين بيقول حق هلا باشر بشوفكم صاير على حمار انت بس شو بسم الله الرحمن الرحيم أنا هي توني لكن لون واحد بيج لونه. مركب تكسي لازم ما تدوني ما أقول هني كلا وأنا. شو بقول؟ هي والله يا الفضيحة. أقول ما مركب. أقول ما مركب. وأنت هذا حمك تكسبه هني كلا. ما عليك باس ما عليك الأعمال بالنيات. من تركب لين توصل كل استغفر. قول لي دونجر اقول لك احنا ما عندنا سالفه ايش حقنا احنا نسير ايش كنا بركب التاكسي لا 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 ولا نسير تاكسي وياه بس والله ياسر ما زين حسك يوم تتكلم انجليزي شو سوى قلت اي والله شو سوى قلت بافيليون شو هو بافيليون بافيليون قول مو بافيليون 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 ما زينك ما زين بافيليون الله العظيم يا ياسر سبحان الله بوني انا ما داني هالكلمه بافيليون صدق وحيد طلعت ما زين هم من حسيسك اي الله يطول عمرك ويحفظك ان شاء الله ويحفظ بافيليونك قرب الرحيل وخاطري منك ما لا هلا الفراق وخاطري منك ما طاب ايه ما عليك باس ان شاء الله ما عليك باس على الله يسر امرك ويحفظك ان شاء الله سلم على بتامل على فريجك كلهم اللي هناك مطعم هذا علي اللي تحت هذا تشوفونه هاي العرب كلهم مصبحين من صباح الله خير قبل شيء وبعد على شو العنوان ما اعرفه لكن العرب كلها تصيح منه مشهور المكان وما ببعيد يعني وين فندقنا بسرعه وصلنا المكان مزور لين عيني يعني على فكره وخلونا نتريث شيء يمكن 10 دقائق بالرغم انها شيء طاولة فاضية غير قالوا إن هاي ضمن نفرين النفرين لازم يسون شيء الطرف هذا ممنوع حد يجي مكانهم وايد راقي وكلاس وكين فنان أكل ما شفت لكن شفت وايدين عرب عرفتهم تحت شيء في حديقة بعد يا سخاري لكن لأنها برد ما بمفتوحة يقولون إحنا حاليتنا كلهم دوميون هي يقريبون والمكان وايد يمدحونه ومعروف يعني معروف لدى الكل يعني انا حدودي ما بهوايتي مطاعم وغير مطاعم الا كان معزوم هي لاني اروح يسير عن وحق مطعم اسكن لازم حجز بدون حجز ما يستوي انك تسير اي مكان حتى لو يكون مكان ريوق لو شياته لا تستهون لا تقول انت داير ابوي انت تدل وغيرك ما يدل ابوي ما فوق ذي كل عالم عليم ما حد ابوي ما يدل قبلك يدلون العرب كلها يختنون ابليس ويداوونه ما يخلون شيء ما يدلونه واقول لك اظني هنطيع ما تشنهن اكيد انهن نفس الشهر ونفس المستوى ونفس الزين غيرها برنامجهن اظنيها عقب يمكن الغداء ولا شيء الضحى العالي
لكن هاك مال الريوق من الفير ينسون. صباح الله خير. شوف اللي يدور الرز والنصيب ما يقول لك والله اني انا عندي عيد البارحة وما بسير. لا لا ابوي ليه يدور الرز والنصيب كانهم اجانب ولا 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 عرب؟ ليه يبر الرز والنصيب يسعى. صباح الله خير مع الحديقة اللي تابعة للمطعم. هذا هاي الحديقة الحديقة تابعة هذا المطعم عادتي. العرب اللي من غير وجههم سيايرهم ينزلون ايام البراد يعني ما بالبرد اللي هو حينه البراد العادي يفرشونهم تحت الحديقة تحت يتريقونها وين كراسي مجلبات ماكل ما ستيلس. وهذا هو المطعم يعني والدنيا مطرجة. ها شجرة زيتون الإمارات. نعم ما شاء الله عليك. هابي نيو يير. شو اسمك؟ خلاص زين. وين ساكنين؟ في لاون سكوير. زين باريتوا المطعم هذا من أول مرة؟ لا يعني دومني كل مرة. وايد فنان؟ هي وايد هي وايد. شو اللي عي فكر فيه؟ شو طلبت انت حق طلب شراسك؟ افوكادو توست اسمه؟ هذا وايد زين يعني؟ انا عايبني يعني يا ويلك انطلع ما بزيت وحجري؟ ايه تحمل يلا. مشكلة بالمر قرب الله تفادى نصه يطلب الاشياء اللي ما حد يروم يسوي كوب بيس يعني غار منه ويطلب شراته. يوم يرمسي قضن لسانه خذ قضنه فتلقى طرمسته وايد صعبه. اكوايت قولي الله يرحم. توك يا ابوي من مطعم نور الفول وبيض الطماطم ما ادري شو وحين اكوايت. والله العظيم اللي فينا خلف على بنينه اللي فينا خلف على بنينه زادهم العيال كلهم هالنمونه. اي نعم اللي ما شاب حلو مصر ما شاء الله عليك يا ياسر. اقوى وايت اول ما شاء الله يعني الله يحفظه. الاول طلب يدوم العام غير السنه ما طلبت. ايش السبب؟ اني ما بملتزم في الدايت الحين السفره هذه. ان شاء الله السفره الجايه اذا الله جعلنا محل. ترى البيكلو يوم بتطلبه يعني اكسترا شوت شو اسمه؟ البيكلو انا ضاري بيكلو العادي يوم تبقى قوي تركلو هذا ترى مصحي يعني هاي معلومه من راسي. لا صدق والله؟ اي والله والله العظيم يوم اقول لك لا تاخذ مره مسخي حد تركلو يعني اثنين ما عليكم ما اظني صدق. تري اقول مكان الفلاني يجونه بس الناس الفنانين والزقرف وقوم كتره ليون المكان هذا. شو المقصود؟ المقصود الله يحفظكم يوم اقصد قوم كتره الانسان او الذكر او الانثى اللي من يظهر من بيته فضح بيته واهله وبلاد اللي هو ظاهر منها اللي ما يعرف كيف يتفاهم مع العرب كيف يتحاسب كيف يدخل. ندخل مكان عازم يباغم مشى في شارع عازم يمشي ويلطم العرب. هذا اللي يقصد قوم كتره. ولا الناس كلها خير وبركة وما حد خير عن حد وكل انت ربي ذاته والله ما لك الحمد ما حد عليه قصيرة. يا غير اللي اقصده في قوم كترة اللوادم اللي من يظهرون من بيوتهم وفضحوا اهلهم وبلادهم. هذه اللي يطريبهم هالكترة اللي ما يعرفون يتفاهمون ويا العرب. شو رايك المر؟ يا رك الله المر او انا بالمر مصبق عبر عليك المر انا. من ريال الحين فتل علي قال ليش تصورني وانا ما قلت لك؟ قلت له لا انا صورتك. قال لي ابوي انا ما احب التصوير. قلنا له لا بد ولا عذر بالتصوير. والحين عاد رخصني عقب زور وحيله. انا اللي مرخصني هو بعد بالمر ترى اللي مرخصني. الرخصه ظاهر من عند بالمر. ومن يومين ثلاثه يقول لا تصور انا ما احب احد يصورني وما ادري شو. هذا رجال طيب اسمه حامد يعني الله يحفظه. هو طيب وخير لك كان مغايب ما يبى التصوير واشوف الحين لا انا شوي يونه. What this is بيكلو. Thank you darling. Thank you. هذا طلب حامد فراي ايج ما ادري شو وانا هذا طلبي سكرامبلن ما ادري ايش قال وذ افوكادو وهذا وياسر هذا طلبه. انت الا شراتي
مع مشروب. يلا شكرا جزيلا. وانت يا ياسر سامت علينا سمت كل يوم الا فول وحلوم فول وحلوم وما كل يوم وتودينا هذا نوره هو نوره كل يوم ابوي يريجنا في نوره تتوتب بطوننا الا من حلوم وخبز لبناني. والعرب ابوي الناس ليه خير انت تاكل هالاكل الطيب ونحن ابوي ناكل الا فول وحلوم وعلى هالمنوال. بارك الله فيك شكرا. نحن ظاهرين الحين ونحن ظاهرين شوف العالم لا نكمل ولا ها ياسر شفت العالم مكترم خاري ما شاء الله يا بلو يا ربي ها نصير نحجيها هذا التاكسي ترياك ياسر هذا التاكسي ها يا دوار يلا نصير نحجيها وين نصير اتجاهنا يلا ما لا ابو محمد اكرمك الله تعال انت شو بعد بركه التاكسي زين اصبروا على ابو على فكره اللي دفع الحساب اليوم على الريوق ياسر بن خديه الله يغنيك يا ابو محمد اكرمك الله يا ابو محمد وتوصل الدار بالسلام ان شاء الله سلم سلم على ند الشبه وما حاش حوشه كان المكان هذا هذا ميوز شو يعني ميوز ميوز يعني سكيك خناخيش خناخيش زين زين وتكثر فيه ان الميوزز اللي هن هاي البيوت هي عباره في في القدم عباره عن اسطبلات اسطبلات زين وحين زاد سعرهم من استوى المشروع الله يحفظك بنشوفك بنشوفك خلاص ان شاء الله اذا الله راد وحين استوى المشروع هذا اللي فيه المطاعم والاشياء هذه زاد سعره زاد هي زاد زاد من سعر العقار هني والله والسبه الخنيخيش شوف انت بس جميل هي والله جميل جيت من الصبح صورتك كم ودي والمر نحن وين نحن في احنا في كينجز هذا سلون سلون سكوير هذا سلون هذا سلون سكوير نعم شوف انت وهذا سلون ستريت ها سلون ستريت هذا في الذي فندقنا هذا اللي يودي اللي فندق جميره جميره ايوه الكنيسة هذه كم مكبرها السلام عليك عليكم السلام زين الحين شو الشرط اللي مشروط عليك انت شارطين علي الشباب ايه قالي لي اذا صورت يا خالدي ايه ونعزمك ونعزم خالدي يعني. بعد انا ايه ايه في ابو ظبي لو في دبي في دبي زين شعري وين سكون سكون دبي طال عمرك وين عاده وين في البرشة شوابه تراني قبلت العزيمه لا تقولوا ما قلت لكم وما بلحمت خروف كانت لحمه خروف عود انا ما اريد هاللحمه خروف صغيروني اكلها وتويس اكله لحمه الحوار اكلها اكل حتى لحم الكلاب ما عندي مشكله يا غير الخروف العود مره هذا مع اللحمه معصمط انا ما داري صحيح زين خبرهم شوابك خبرهم طال زين الله بارك الله فيك الله يحييك انتم ساكنين في هذا لا لا ساكنين احنا بعيد شايفين هناك في كمبرلاند زين زين الله ييسر اموركم جميعا يلا سلام عليك حيات. ما عندكم عيال لا لا عيالنا في البيت هي الله يحفظهم جميعا يلا مع السلامه مع السلامه مدام اللي يجيبك من عند جمير جميره كارتون تاور زين وهذا يظهرك سيد جدال بارك تاور زين هذا الطريق الله يحفظكم كان كل اسطبل خيول يوم كنا صغار اني هالمكان هذا المكان اللي تشوفونه كل اسطبل خيول والصوره اللي حطيتها عمرها تقريبا 37 او 35 سنه من نفس الموقع هذا هذا الشارع اللي تشوفونه كان كله اسطبلات خيول وتظهر بنا الخيل هني واحد نظهر ويخطفوا بنا لين الحديقه وياخذوا بنا لفه جدل هايد بارك كامل ويردوا بنا مره ثانيه لين هاي نقطه التجمع والاول بالاجار يعني الخيول ما نسيت عاد كم السعر لكن من هذا المكان سبحان الله بعد مرور 37 سنه او 35 تقريبا سبحانك يا رب شوف لما زين هالمكان يا الله تحفظ اهل هالبيوت وتعودهم سالمين وتبارك لهم ان شاء الله في رزقهم وحلالهم البارك تاور وهذاك وين نتيامع نحن نتريق كل يوم شو اسم المطعم ناديه نوره زين واللي ابويه له مراد في صلاه الجمعه هذا هني وين وهي السفارة الباكستانية يصلي بس الجمعة ولا كل فرد بس الجمعة بس الجمعة يقول لك شيء خطيب شيء علم وخبر في هالمكان
مرة مشاهد الهايد البارك تاور. ها تظهر عبد يمكن 200 متر ولا انك واصل. كم ودت الجماعة نورة ويا البارك تاور الله يعزكم بدخل الحمام. وجيت الشباب ما شاء الله عليهم كله رد كلام. برد هاي. ها. برجندي سبب. شو هي؟ لا بس حماس. أنت برجندي؟ إيه. سأل عنهم ما تعرف إنهم برجندي؟ أسألهم. سألهم بيقولونك. أسأل بيحبروني عن البرجندي. برجندي. بيرلحور برجندي. ما كوا. قال له والله عطنك فترين شوي طول بتسوي اليور أنت. ايه البرجندي الحين قابلني اما البطيخ خقاق يا اخي والله الحبيب قال هذا ما اعرفه يا غير اعرف ابوه وما اعرفه ابدا ولا اعرف ان هذاك ابوه اللي خبروني عنه من عقب ما صورته هاك اليوم ردود افعال وايد عنك ممتازه كل يشكر عليك ويقول مؤدب واخلاقك طيبه ويعني وايد ردود الافعال اللي جت حقك بالإشادة بالعلم الطيب والأخلاق الزينة يسد إن أبوك صديق صاحب خشموعين ويانا أبوك كان عنده الجهاز لو نعم. هل تقاعد لو بعده؟ لا عاد والله ما يبي يقاعد خرب الله تعدو مشلف يديه وريوله مرحبا 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 يا مرحبا بميتابة بطي يا مرحبا بسمية الشيوخ سلام عليك بيتانا سلام عليك شيخة سلام عليك يا مرحبا يا مرحبا بتبطي العامري يا حليل هبح جماعة الله يحفظها آمين هاي أول الإنتاج نعم سلام عليك سلام عليك سلام عليك حليل الله يبارك فيها يبلغك إن شاء الله فيها عروس آمين إن شاء الله شايف الخاطر سلام عليكم الله يحفظك. يلا كمان لحبيبي. السلام. كم بعدكم وايد بطيء؟ 10 أيام. ما شاء الله. الله يسر أموركم. هاي صور خليني أصور ويا تسمونه. علي. مستحيل؟ إنزين. علي كيف حالك؟ خير أبي عافية. كيف أنت؟ خير. من هل وين تبوي علي؟ راس خيبة. ما شاء الله عليك يا علي. نعم. وياي كشتها؟ نعم. كم من يوم؟ أنا جاي أسبوعين يا. قالوا لي شيء عند الخالدي. صور يا مرة أبوي وصاني. أبوك؟ أنت تدري إنك أنت ثاني واحد يقول لي أبوك؟ يمكن ألف آدمي كل يقولون أما يا قالت لي خالتي أنت ثاني لا شخص أنا أبويا متابع عنك الله يحفظه رد السلام على أبوك يبلغ يبلغ شو اسمه أبوك عبد الله النعيمي رد السلام عليه حبيبي كثير السلام يلا مع السلامة السلام عليكم يا خادم السلام عليك أبوي صباح الخير تكريو باليوم عادة والله السلام عليكم صباح الكشخة عادة ما شاء الله علي تبارك الرحمن ما خرب ما خرب حد يمدح عمره يا رب من وين تتوقعون بنوصل دار ما حد ما ظني نوصل دار كان كل دقيقه موجف ويا حد ها الاول لا انا حين المر كل دقيقه حد عرفه هذا تدوبه منو هالريان هذا ابو الكار هذا اخو حامد اللي اليوم تريجين وياه قالوا ما نشبهه ما يشبهه ابوي لا تشبهه حتى نقطه محيط ما تعد له الحين تبلع عليك اخو حامد حتى اسمه انا ما اعرفه هذا شاف يقول الحين انت اخو حامد السلام عليك مرحبا والله مرحبا بك ساعتك ابرك الحين حامد يدعي حامد الحين بيشوفون على هو يا سوي اكبر زوم على الله يحفظكم وين تبون الله يسر اموركم والله لا نحن نحب نسير سلفرج اول بادي السلام عليك كيف شو ايش اسمك امنه قولي امنه امنه هي فتشي ثم قولي امنه هي حب امنه اوكي مرت حبيبتي كل شيء زين حبيني جذابه يلا الجو كلمه رائع قليله عليه وكلمه البراد اللي صفعك بويهك هذا هو يطرون اليوم هذا البراد اللي صفعك شرات تنقيز الابار في الويه البراد الفنان البراد الخفيف والعالم اللي في الدنيا كلها تهدرقت على ابوي لندن في هالثلاث الايام 28 29 30 والبارحه بيرسون بعدهم بكره ورا بكره والبحيره حاليا تنغش من العرب
تنغش نغاش من العرب خلق الله ما خلق وتازم عدن لوادم إلا دمبك ساير دمبك ياي لين بعد ساعة يصيرون هو غداء وهو عشاء و يعني بعد ساعتين يظلم الوقت خلاص يظلم الوقت ماشي لا سير ولا ييت تازم الناس إلا في الأماكن يعني اللي فيها إنارة كالحديقة خلاص ينقطع عنها السائر والياي. أقول لكم الحين نحن قصينا الهايد بارقس ظهرنا من جدة كنزكتن هاي ستريت فندقنا ريال جاردن باتجاه الباركلين باتجاه الباركلين وخلاص بنصير جدة سلفرج. ليش بنصير سلفرج أنا بخبركم ما تلقوا ثلاثة أيام قبل يومين يوم سوينا حظ يعني نصيب على اللي عسب العطر مال ثمين اللي بيسوي حلو اول 12 شخص سويت كابتشر من ال 12 صفحتين طلعوا 16 بناخذ اول 12 بياخذون الله يحفظكم ال 12 ادمي وبعطيهم الاسم مالهم مال الانستغرام بيتراسلون وياهم روحهم من سلفرج وكل حد من الفائزين بيطرشون له العطر ماله عن أربعة أنواع اللي تنقيتن أنا من كل نوع ثلاثة أحب من وصل بعطيهم الأسامي هاللي سويت عليه الكابتشا وروحهم بيتراسلون وياهم بيطرشون هم الليلهم بس وبيتم عاده ورا بكرة بعد التصويت الأخير بيسوون كابتشا مرة ثانية على اللي بيسوون فلو من بكرة مش ما باليوم الفيلم مال بكرة عاد ما باليوم يلا مال الله مال كريم مع السلامة زين أبغى أخبرك إيش السالفة الله يسلمكم أنا معزوم على قهوة فندق جميرة جريفنر هاوس الأبارتمنت اللي قبل سنتين كنا ساكنين فيهن من ثلاثة أيام أنا العزيم الرجال كل يوم يحفد علي والواحد لي تليفون وأكد علي قلت له فعليك الحين مرة عند وجهك وشلكم أنت وأنا نسيت موعدي ويا الرجال ويوم ظهرنا ولا نحن ده الرجال عقل لي تليفون توين قلت أنا قلت له حاولت بغيت سامحني غير بدل الله يهدي الله يخليك قال كيف نحن نترياك بفوايلنا وأنت بتودرنا قلت خلاص غير شراكم مرة قربوا نحن بنتقدمك سلفرج وانت سربوي عند جماعك وتقهو وعيننا الله خير ولاقاه في سلفرج خليت ابوي يصير بالمر وخادم الحبيشي تقدموا ان شاء الله نبارككم وهاي السالفه هذا امها وهذا ابوها انزين الرجال هذا ليه عازمني الله يحفظكم عدي به لندن هو من هال من عندنا من الامارات من هذه الشارجه من شوامس الشارجه وعدي ما بخبر بس مع اللي اسير عاد خلاص الحين ما برايم اخذ رخصه خلاص طلع الموضوع في تصوير وتصوير ما على اتمنى والله شخصيه طيبه وممتازه والناس وعرب وطيبين ناس كلها خير وبركه غير هالشخصيه وايد اعزه واحترمه وعدي من سنين كنا في لندن هم كانوا مجموعه كبيره وما تلاقيت وياهم هاك الايام هم في بقعه ومجال عمل مجال عملي يختلف يعني مشغولين دوم ومشرات يعني بحر وبر وسهرات ناس عندهم اشغال وانا ما عندي شغل فلذلك ما الله كتاب اني اتلاقى ويا طول هالسنين وشفته امس شفته بالصدفه واتواصل وياهنا في السناب وعلى على الواتساب يعني لكن الحمد لله ما تلاقينا في البلاد وتلاقينا في مكان شد متلاقي معاه من قبل 37-40 سنة هي والله سبحانك يا رب وإن شاء الله إذا فيه نصيب يعني وطاع إني أصور بصور ما طاع ما باليد حيلة يا الله أنا أمس خلاص عادة والرجال طلع ترى هات من روح شوامس الشارع ولا الحمري من شوامس أبو ظبي غلط مني أنا زين هذا ابو الرجال اللي خبرتكم عنه
خالد الشامسي. يا مرحبا وسهلا يا ابو محمد. كيف حالك؟ حياك. يا ربي سويت ابوي نشره قبل ما اوصل ربع ما بطيع اصورك. وحين حطيت لك حطيت قدام امر الواقع. يا مرحبا. الله يشرفك. الله يبارك فيك ان شاء الله ما صحت نسولف. الله يسلمك. عرف من هنا أنا أبوي أضمح العقل دم واللحم أنسى 37 35 سنة كيف ما بنسى جلس أبوي. ها شوفوا ها كل هذا لكورتهم. ها كم متر مساحته؟ 400 متر. شقة اسمها بنت هاوس. ها بنت هاوس نايس بريدج بنت هاوس. وهاي هذا البنت هاوس الثاني اللي مني هذا 400 متر وهذاك 450. ايوه طلع شمشاهد مره على الهايد بارك. يا سلام سلم يا بوك. لو دريت يدكم الصبح انا ما دريت. تقولون في لندن انتوا ها هذا قرص وعصيده وهناك بعد محل زايد وهذا بعد قروس من غير وفقاع والفوايل والدنيا وهالرجال الطيب الله يحفظه وهذا ولد اللي ساب لنا كندس شويونه وهاي العيال ما شاء الله تبارك الرحمن. شو اسمك انت؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. انت شو اسمك؟ محمد. وانت؟ راشد. وهاي صغيرونه؟ مريم. وهاك اللي تو اندس وين صار؟ خليفه. يلا الله يبارك فيكم. تعال مايه يا ولد الحلال. يسو زين. يلا يلا استريحوا. كيف كيف حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا. تبغى من دس ما يباني اصوره. يقول انا بيتم عدالك لان ادريبه وانت قلت له ما بصورك. قلت له ما بصور وما بيصورني وياك. الله يحفظك خالد. ابو محمد انت صح الحين؟ ابو خليفه. ابو خليفه فرق بين قبل 30 سنة والحين الشو؟ وايد محمد. سبحان الله. لا بنت انت ولا انا. اي والله صدق زين. سبحانك يا رب. يلا عرفتني انت. اي والله هي لك. لا تلومني اديبك كم من سنة زين يا ولد ذكرتك. الله اي والله. لا وتو قلت حق العرب ابوي من هالشارب من شوام الشارجة. نسيت انك من عدن ابو ظبي اصلا من الاساس. احسن شيء في هالوقت هذا هي. انك انت قلت لي الحين احلى عن قبل. اي والله والله العب حياتي ما شفت في حد الاول انت واحد ثروب وغير نمونه. اللهم لك الحمد. زين كيف هذاك الحرمه؟ كيف يعني؟ فضل الله ياتيه من يشاء. سبحان الله تستاهل تستاهل. يعني الله يسعدك. امين. تستاهل. زاد الله رزقك الذريه الفنانه. آمين. طيبين. يعني الله يحفظك. مريومه شو اليوم؟ اليوم يوم مرة ثانية. اليوم يوم شو؟ هي الليل. شو الدخل؟ انزين هذا حين دخلنا. هذا شو حين هني اللي على اليمين؟ مكتب. ايوه. هذا مكتب. وهذا؟ حمام ضيوف. ها؟ حمام ضيوف. ايوه. وهذه غرفة الطعام اللي تونا ظاهرين منها. المطعم. زين. وهذا؟ مطبخ. هذا الكتب. طبعا يطلع على اللوبي ابو محمد. لوبي مال فندق. ايوه اي والله. بسم الله مكان الفنان وهاوي. بابا حلوشة وين تونا ظاهرين؟ هذا ميلس. ايوه هذا الميلس. واحد هذا الميلس. وين من يسمونها؟ هي سيلمة. يا سلام سلم. بعد بطلع اللوبي. هي والله شوفها. وهاك الحين الحلو لنا نحن. نعم بتدحق بطولنا يا ابوكم الصلاة. بتصير هاي تبارك الحين في هالبرد كله بيطير. شو رايك انت؟ زين. ايه انتي بخير؟ اليوم يوم الهي ولا يوم اللا؟ اليوم شو؟ اليوم يوم الهي. ما سمعت. ايه
ما شاء الله مركض خيل. يجنن مكانكم، يجنن كلمة يجنن قليلة عليه، يسدك انك تحك كل هاي البارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه هاي يا ربي ما خليته شيء ما حطيته. محمد شوي سامحنا كنت اعرف. جزاك الله خير مشكور. سرهات لنا شوكي الغرف الله يحفظكم. كم مستر روم؟ 5. هذا 4 هذا 5. هي هذا المكان اللي انا فيه فيه 4 غرف، لكن عندها ما رمت اسوي الغرف 4 غرف نوم وميالس 2. ومكانهم جميل، كان يباله اوادم، يباله على الاقل اظني 10 انفار حق المكان هذا. هي تباركت وتباركت وتباركت يا ابو خليفه. استري تعال ميلس عادي ريس ويونا ميلس عادي. الله يا ابو خليفه طال عمرك ومشكور وما قال ومن يشوفني اصور نفس من الناس. تعال مشكور يا ابو خليفه طال عمرك ما قصرتوا، كل شيء زين وكل غاوي، وكان في خاطري اجلس وياكم اكثر، والسموحه والعذر من جنابك اني صار عن بالي. ما لا يدرى كله لا يترك جله، نحن حصلنا القليل والاواضي. جزاك الله خير من طيبك واحسانك. الله يسلمك. ما لا الحلو ما لا ما عندي بني صغيرونه ولا بي ولا بقى. على الدين هي لا ما شاء الله بسم الله عليه. هذا حينه شو اسمه؟ جلمود. وهذا محمد. وهذا خليفة. وانت راشد. وليش تصورني؟ اليوم شو؟ يوم ايه حبيبتي؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ايش اللي مخادب بيه ما تذكرتك زي ما زين؟ اتذكرت طارق بن راشد ولد راشد بن سعيد الشامسي الاول يسمونه راشد الطويل. صدق ولا لا؟ هم الشوامس الحمريه ولا ها؟ كنا والشال بس هم الشوامس البريم. ايوه نعم بس وايد ساروا عاد الشارع عقب ردت السعوديه. حتى في ابو ظبي وحتى رد العين وحتى الشارع بس نحن وين من الشوامس الحمريه. ايوه انتم شوامس ابو ظبي. نحن شوامس العين بس في ابو ظبي. ايه لكن كيف ما شفتك هالسنين كلها؟ عشان ترد تشوفني حدو. والله بخبرك ابو خليفه الاول قير وحين استويت قديت فنان. حد من العرب يوم صغير فنان ويوم يكبر يغدي ما يتشاهد. انت العكس بعد التعديل. اللهم لك الحمد. ويبت هالعيال المبروكين على الله يحفظهم يبارك. الجاي بيكون في عرس خليفه ان شاء الله باذن الله. ايش رايك؟ ان شاء الله. لاقطين الحرمه؟ بروح ادم القطله. نحن خلينا القط روحه الحين مثل ما القطنا نحن روحنا. هي لك انت عاد صبت الهدف مره اللي اختلف النسل تبارك الرحمن. ما شاء الله المبيعات عندهم على قدم وساق تبارك الرحمن. ما شاء الله العرب كلها بويها تاخذ ها كلها العرب. شيء زين شيء زين. لو ما كان زين والله يبقى ما حد نشال. المتجر سيلفريد ممزور لين عين مليون نوع نوع، لكن الاكثر مبيعا الاكثر مبيعا هذا اللي تشوفونه ثمين. الاكثر مبيعا في كل الستاندات اللي موجوده مليون نوع نوع، لكن اللي اكثر شيء شوفوها ابدا. هي لبيس مشتريات. Now what are you going to do with these 12 names? With these 12 names that you sent over, all the gifts that you bought before, we're now going to send them out to these 12 people. Now 12 people, they will get each one of these perfumes. Yes, they will get one of the 12. Okay. That you purchased. And after 2 days, another 12 people. Another 12 people. Yes. Yes. All of them, 24 people. 24 people. 24. Today you will, we choose 12. Yep. And after 2 days, another 12. Yes, that's correct. When are you going to send it? When we go straight away. زين. منو انت حي صورني؟ والله مليون مرحبا. كيف حالك؟ كيف انت؟ خد شيء لو بعك؟ لا والله. ما خلينا شيء. ما شاء الله عليكم. شو اللي عيبتك أكثر؟ القهوة. أيوه. كتبوا علينا سامي؟ ما شاء الله عليك. ما شاء الله خربت الدنيا كلها.
هل يكتب لك إلا سامي الحين انت بنو بالله عليه مرحبا ساي ابو محمد وياك طال عمرك مبارك تبي هذا طال عمرك راشد السويدي والله والنعم والنعم حالك يا ابو محمد شيخ اسوي له معكم والله الحين خلصين زين زين يا ربي ما خليتي شيء انت خمخمت الدنيا كلها يا ربي ما شاء الله عليك انت حسين وانت تعال مايا شو زينة وين الضروس زينة عادة وين الضروس كلهن الفار اقول لك الحين هي ما تدري اني انا ياس اصور شوفي يقول لكم شالين اغراض وايد اعطوهم هل مال عطر ثمين اعطوهم العنوان وروح حمي وابوكم يا لين الفندق زين ايه سويتيه بخرايطكن وتحوطن يلا انت عندك حساب فيه ما نشوف حسابك حسابي ايه على كيف تقول لي انا مسوي لك فولو انت مسوي لي فولو انا امي عطتني اسمك ايوه كيف حالك زين الحمد لله انت من هالوين من وين من الامارات عجيب اي ها بتنت عيد انا من دبي نزول ليش ما تجاوب لازم يلغنونك ايه بعد ايه هذا شو مشكلة ولد والله انا اشكر عطرك ها اشكر عطرك اشكر عطرك اخذت شو وين من اخذت انت ابنا من هذا كتبوا عليهم الاسامي ولا رقم واحد محمد عثمان شو حابب تقول له؟ محمد عثمان ابو عثمان عاد هذا اللي محد شراته الله يحفظك يا ابو محمد ويطول بعمرك ونحن مرتاحين جزاك الله خير وإنه الشرف نحن نتابعك جزاك الله خير سلم حبيبي سلم سلم يلا مع السلامة شو اخذت الحين اي نوع اخذت؟ وين شو اسمه؟ حطوا عليه الاسم ولا ما حطوا؟ ريكورد عليه الاسم هذاك الرجال شوفه هذا اللي تشوفه ها هذا مخصوص بس يكتب الاسامي على المضارع ولا قول له ان شاء الله قول له زين بتقول له ان شاء الله يلا دايك ايه ختمنا نعم يا ربي ما اخذ والله يخليك تربع اثنين ما اخذ انا غياب منك ما شاء الله اثنين احسن شيء سويتوه هذا نعم شيء طيب رقم والله العظيم طيب انت والله طيب انت طيب يلا الله يحفظكم تعرف شو صورت شنطتك وصورت جوتيك براي يلا انت صوريني ما عندي مشكله يا مرحبا يا يدك انت خميس ايوه يا حافظ على زين الرميثات واخذ زين الرميثات كلها حليله ما بسوي وياي ما تبع انا الله تصيرك ما طايحه طيب ما زين هالوليد ما خالف يا الله النحاس اللي فيها لا اصبر احنا متفاردين في وين في امريكا في هيوستن نعم قبل كم سنه 2010 شوف الحين وتلاقينا في وين لندن في لندن شوف حانك يا رب وين عارف اي مكان سلفريد عند ثمين ثمين يعني الغالي نعم هذا الغالي يا اللي ما ذوق حزنك الله يحفظك شوف حبيبي ما بظهرك شوفي مو مشكلة عادي لا شوف اللي عطوش عطوش وياه بعد هدية ايه يا ربي يلا الله يحفظكم يلا مع السلامة بنات الله يحفظكم لولو اللولو هاي اصغر معجبة واصغر متابعة اللولو يا اللولو حليلها يلا الله يبلغكم فيها ان شاء الله عروس اللولو يا اللولو. You know how to the addresses? Because the list of names that you gave to us, what uh-huh. we'll do is we'll get in touch through Instagram, uh-huh. and we'll get your addresses, we'll get your phone numbers, and we'll ship them out. One by one. One by one. Aywa. Even if some of them in Kuwait, some of them Saudi, exactly. some of them that's in UAE. Exactly. That's all the main. Okay. The 12 products you purchased. Thank you very much. No worries. Thank you. Thank you. الاتجاه نحو اليمين
يا ابناء المر مطعم بوليفي. مطعم بوليفي هذا بلد منشأ الكينوا. بلد منشأ الكينوا. فنان المطعم في ترتيبه ثلاث ترتيب مال الأول. يا شيء خطفت عليك. مطعم شكل مرتب والله جميل من داخل شوية مظلم أنا ما داني عاد مكان المظلم فهم ديكورة فنان يعني هم شي ترتيبهم يعني ترتيب في الغرب ما رمى صد أصور وراء في ناس وايدين وراي بالنسبة للي يتخبروني عن المطعم مال اليوم الصبح يقولوا انت ما أبديت رايك أنا روالي قلت أنا قلت طريت ان المطعم فوق عن الزين وفنان ويمكن صورته قلت انا انه فنان وحل خلاني اشك بعمري اقول لك ما طريت ان المطعم ما في ارد طالع اللي صورته كامل الصدق اني مصور شيء بسيط شيء وايد صورته ظني اني طريت المطعم كان فنان واحسن عن الفنان الصعوبة يجيف يعني لازم حجز الحجز ما يستوي هاي صعوبة شفت ناس وايدين قاضين سيد كم طولة اي والله كم المطعم هذا اللي نحن فيه شي اخوه هناك في دبي لا صج نصرة اللي في الفور سيزن في دبي اسم المطعم هذا كويا كويا اسمه كويا الاول في الجهاز بالآلية عندنا الأول فراش يسمونه كويا هندي ما تحيد بعد صيروني وعنده نسيب اسمه عبد الرحمن دني نتم ماتوا كان ولدهم يسمون عبد العزيز حين في السكيورتي تحت في الأمن في الاستقبال كان ما مات بعد كلنا شوبة وهل وين من السبعينات السبعينات الثمانينات يشتغلون في الآدية كملنا من يلا سمحينا يا بول مايو يأخذون طلبات أظني باري ليونهم يأكلون ويظهرون أيون ويلسون وستارتا ومادريشو أحب أخبركم أجمل مطاعم الإيطالية اللي بحياتي فيها المطعم هذا اللي كان أول يوم يوم سيلفيا الكويتي نسيت عاد شو اسمه نسيت والله شو اسمه كم سجل على الستوري اللي مكمل يوم إن شاء الله من أوصل بخليه ينزل خبير السناب What is this? واكامولي ها؟ واكامولي شو واكامولي؟ أفوكادو شو؟ فلفل شوف انت يلا ريحة الفلفل نظرة خمرة الرأس يلا يحبون بعد سلطة الكينوا مالتهم وهذا ما ادري شو اشياءهم وايد ابوية وهذا بعد ظهر ثرى وايد فانه طعمه لذيذ وغاوي هذا اللي توه حطوه منه ما ادري شو طعمه غير المونخ شيء غاوي المراد انه فنان ما ادري شو عاده دقيقه هضله شيء هذا بعد ما يدرى بالشو هذا ما يدرى بالشو وهاي الكنوه وهاي تحدوا لي ياكلوا مثل بطاطيك وين هاك قبقوب؟ ايه هذا بطاطيك والله ترى ابوي قبقوب وما ادري شو وهاي ربيان ترى شيء ابوي ترى هنان ابوي هالمطعم شيء شراته في دبي ها؟ واسمه كويا سلطة الكينوا مالتهم في منتهى الروعة فيها فلفل ترى زين وهذا بعد قبقوة حب قبقوة بنغارة من الصغار ها بنغارة اخطبوط من الصغار صح على قارة هالبحرين اسمح لي القبقب حسبوا لي خد ثوق ما
خداق والله خداق من الصغار وبعد فنان سيباس كاسويلا اوكي ذس از سيباس واتس ذات ذا اذر وان يو هاف ا فيش سالاد اها هاي ليمو بريد رايس اند بريد تشيلي بقولكم اكلهم عجيب غريب ثانك يو شو بقولكم شيء غريب عجيب اكلهم في منتهى الروعه ما يابوا شيء الستارتر لكل نوع اخير عن الثاني قمه في الروعه اكلهم ما اعرف شو اسمه كويا اسم الفندق المطعم اللي بي وايد ضروري انها يربه وايد لبي لندن ويعيب لك اللي هنمونه يعني تجربه تجربة تغير من بلد لين بلد يعني تاكل مثل ما قلت لكم لندن فيها جميع الجنسيات فكل حد عنده بزنس فاتح مطعم بنفس البلاد اللي هو مطعم امتزر لين عين ولا طاولة خالية ولا طاولة لين عين التتش لتش يوم يقوله مكان التتش لين عينها هو المطعم فوق عن الزين مستواه بالنسبة لي أنا كأكل وجودة نفس المطعم اللي طالي اللي جيته من كم يوم ما عرف شو اسمه ما عرف شو اسمه اللي في آخر الشارع نسيت والله شو اسمه قبل يومين السعر وايد رخيص على مستواه وموقعه و يعني رخيص زيادة على اللزوم يعني ثلاث أنفار مع الأكل اللي كلناه هذا كله حتى 200 جنيه ما وصل أقل عن 200 جنيه سعر وايد ممتاز وأكل وايد لذيذ خاصة اللي شرات الرزيتو اللي سووها مع شو اسمه السمكة مع السيباس شيء في منتهى الروعة جميل الأكل والأخير مثل ما تطلبوا ميندش ميندش بس هذا السيباس الباقي كله سلطات مقبلات يعني وايد شيء جميل ولذيذ يعني ضروري اللي موجود في لندن ايه المكان اللي هو يحب الاجواء هذه يعني في الامارات يعني في الامارات يعني مطعم فيها الفخامه مستحيل تلقى اقل عن 3000 2500 1700 هذا الحين ب 1500 جنيه 700 درهم 3 انفار وماكرين اكل تول يعني كلم الزين وكلم الفنان والله شو بقول المطعم هذا مثلا والمطعم الايطالي اني ما بيهم مره ثانيه لا والله لو يحصل لي اسير تعال بكره انا ازمنكم انا المطعم الايطالي بكره بنسين للمطعم الايطالي واليوم المطعم هذا لو ارومايي ورا بكره بعد بيهم المطعم هذا فوق عن الزين زين خفيف نفسكم ودهون وطحنت الزمان حمايد الغاوي من الشارجة شكرا جزيلا لك على المتابعة وشكرا جزيلا على كل اللي قلتي عني يعني الله يحفظك يطرح للبركة في مايد واخوانك بارك الله فيك دفود نيورك هذا راعي المطعم مدير المطعم The restaurant here very good taste food and also not expensive yeah. and very good thing and thank you for everything thank you so much for joining thank us tonight you. and thank I you. Hope to see you more often yeah. so, could you tell the people the address here the address is 118 Piccadilly and we are in Mayfair location so the center of Mayfair close to Dorchester Hotel close to the Park Lane Hilton Hotel and most of the most prestigious hotels around the location of our Koya Mayfair in London so 118 Piccadilly Koya Mayfair Thank you very much. Thank you. أنا لقطت تراني بها. هو لقطني أول ظاهر من مطعم كويا. أنا لقطته هو وربيعه. والله تشرفنا. والله أنتم هل في جيره؟ مرحبا بكم. مرحبا. يلا هداية الله. شكرا جزيلا. سنابو سنابو كل عام وانتم طيبين. طيبين. نتمنى لكم سنة جديدة. متلاقين في رمضان بيتقوم الشعفار. ومتلاقين في عرس بن حمودة. اي نعم عرسكم حمود بن علي من حظنا طيب عرس ولد فريد بن حمود نعم ومن حظنا طيب شفناك بعد في لندن جزاك الله خير الله يحفظك الله يحفظك يا خالد بارك الله فيك مشكور حبيبي الله يحفظكم علي الساعة
السجواني. مرحبا بك وسهلا. وهذا محمد السجواني. وهذا مب سجوان. سعيد العماني. سعيد العماني. الله نفس الوزن. اوكي شباب. ورسكم الله يحفظكم. شكرا شكرا. مع السلامة شباب. بخير. فيديو اخر ولا صورة؟ صورة ولا فيديو؟ فيديو. فيديو ولا صورة؟ فيديو. فيديو ولا صورة؟ فيديو. صورة ولا فيديو؟ صورة. لا يلا يلا مع السلامة. شو اسمك؟ علي. ما اسمع حسن. علي. بالقو. علي. ايه علي. تعرف شيء غنية اسمها يا علي هات عودك وغني لي. عرف ولا ما تعرفه؟ لا يا ما اعرف. يا رجال خف علينا. لوين حبة؟ حبني. ايه نزيب بالله عليك انت اخو محمد. نعم. اخو محمد الرميثي. نعم. ربيعنا اللي في اليابان. نعم. اللي في طوكيو. نعم في طوكيو. ايوه انت كيف عرفتني في نص العرب؟ والله كلمني وقال لي بتشوف الخال وقال لي سلم عليه وريال طيب ومن هالكلام ورش لي صورته في الواتساب. نزيب صبر انا جيت بيتكم وكمل انت ما كنت موجود. لا لا اوكي زين. اوكي حبيبي الله ييسر امورك. الله يعافيك. سلم حبيبي. زين شو اسوي؟ رفعت الاب هالنمون ها. يلا يلا ارمي يود البرد. البرد ليه في الدنيا اسبوع الحين بكبر انت يبسه. عسب تجي ابوي نكد عمارنا هالكد كله. عسب تجي مره نمسها. الحين الساعه 9 بعدها ما وصلت. والله يا ابو كنا حدار ملح على عيوني. اوه